مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح. اليوم الثلاثة 19 آب 2014. اليوم بحلقتنا تقرير عن واقع الحال بعرسال، الشواطئ الشعبية إلى زوال. أيضا بتقرير آخر، يا حبيبي أمسي للفنانة هبة تواجد ضمن مهرجانات الباترون الدولية، ورومانسية الضوء معرض جديد للفنان صفاء علوان. أما ضيفنا لليوم المحامي سيمون كرم، عضو بلجنة مهرجانات أرطبة، لنحكي عن موسم الصيف 2014. إنما البداية مع أحوال الطقس مثل العادة، أستاذ عصام حلاوي معنا على الخط. صباح الخير. اهلا، صباح النور. كيفك استاذ عصام؟ الحمد لله، كيفكم؟ كلكم سوا؟ نحن منيح، بسلم عليكم. كيف رح بكون الطقس اليوم؟ اليوم غائم جزئيا مع رياح ناشطه نسبيا. نعم. ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجه الحراره. الضباب يعني بيشبه امبارح؟ يعني تقريبا. لانه امبارح كان في كثير غيم، ما في ابدا شمس. اليوم شو؟ اليوم في شوي ضباب. نعم. الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض بدرجه الحراره. الخميس غائم جزئيا مع استقرار بدرجة الحرارة. جمعة غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة. يعني كل الوقت غائم؟ اي، غائم جزئيا. نعم، اوكي. درجة الحرارة توقع على الساحل يوم الثلاثاء من 23 ل 32. نعم. فوق الجبال من 17 الى 25، والارز من 15 الى 22، وفي الداخل من 17 الى 31 درجة. نعم، بكره بتنخفض واللي بعده بتنخفض، والخميس تستقر. الخميس تستقر والجمعه بتطلع. نعم، شكرا لك استاذ عصام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله معك، مرحبا الي. مرحبا جوال، وصباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا. جوله على ابرز العناوين السياسيه. بعناوين صحيفة النهار، الإفادات والسلسلة والتمديد على أبواب المجلس، تحرك كنسي نحو العراق لمواجهة التفريغ. موقف وزاري مسيحي لفريق 14 و8 أذار رافض للتمديد. لا طرح لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مجلس الوزراء. أوباما يريد حكومة عراقية يثق بها للانخراط في استراتيجية إقليمية ضد الإرهاب. لبنان ثانيا بالاستثمار في دبي. وافتتاحية النهار بقلم أوكتافيا نصر وبعنوان نتنياهو رمز الهزيمة. بعناوين صحيفة السفير، المهل تطيح الانتخابات والتمديد معلق، الفراغ يعصف بالجمهورية. رئاسة المحاكم الشرعية اعتراض على إعطائها للعاصمة. السفير في مروحين ويارين وجوارهما. الحرص على الشهادة الرسمية يربك التنسيق. هل يتكرر السيناريو الأمريكي للعراق في سوريا؟ تعاون أمني سوري أمريكي يتيح ضرب داعش في الرقة. غزة ضغط مصري لتوقيع الاتفاق، نتنياهو يسعى لتمريره تحت ضغوط الخارج وتمديد الهدنة. ابتابع مع عناوين صحيفة الحياة، السعودية ترحب بقرار قطع التمويل عن المتشددين، وأمريكا تدرج العدناني وعارف على لائحة الإرهاب. حفتر يوسع ضرباته الجوية في طرابلس. الغارات الأمريكية تتوسع إلى الأنبار قريبا. غارات مكثفة على عاصمة الخلافة في سوريا. مجزرة نازحين في أوكرانيا قصفوا بصواريخ جراد. اليمين الإسرائيلي يعلن الحرب على عرس السنة. بعناوين صحيفة المستقبل، جنبلاط في بنشعي لتجديد العلاقات، وحرب يدعو إلى إنهاء الشغور بالأكثرية المطلقة. المعلمون يتراجعون وبوصعب يرد فاتهم القطار. المستقبل تنشر تعميم النائب العام التمييزي بإلغاء وثائق الاتصال. عائلة بلقيس نزار قباني تحضر لمقاضاة المالكي لدوره في تفجير السفارة العراقية في بيروت. البابا يدعو الأمم المتحدة إلى التحرك ضد داعش. أوباما مستعد لاستراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب. السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن قطع التمويل عن داعش والنصرة. عقوبات أمريكية على قياديين في داعش والنصرة. تمديد وقف النار في غزة 24 ساعة. سليماني يحذر المالكي من عرقلة العبادي. حزب الله يعيد تهجير أهالي الطفيل لنقل دبابات وعتاد. بعناوين صحيفة الأنوار، محاولات لتحريك الملف الرئاسي في لقاء جنبلاط وفرنجي ومبادرة حرب.
نقابة المعلمين مع العودة عن مقاطعة التصحيح. تحرير سد الموصل أو سد الموصل وداعش تهدد بضرب أهداف أمريكية. الراعي وثلاثة بطاركة في إربيل غدا. تعرض موكب الأمير عبد العزيز بن فهد لسرقة أموال وأوراق مهمة في باريس. اتفاق في القاهرة على تمديد هدنة غزة 24 ساعة لاستكمال المفاوضات. قصف مطار حماة العسكري وغارات على الرقة. بعناوين صحيفة اللواء نقاط التوافق تسرع إقرار خطة النفايات والمطامر اليوم. لجنة التربية تدرس قرار الإفادات وهيئة التنسيق أمام طريق مسدود. هل عادت الخلافات إلى بلدية بيروت؟ تفرد شبيب يثير ضجة بيروتية. البشمركة تطهر المناطق قرب سد الموصل والبابا مستعد لزيارة العراق. أوباما يعد باستراتيجية بعيدة المدى لمواجهة داعش. يوم ثان من الغارات المكثفة للطيران ضد الدولة الإسلامية. تمديد التهدئة في غزة 24 ساعة لاستكمال التفاوض وعباس للقاء مشعل. بعناوين صحيفة البلد أول ملامح التمديد تجاهل الهيئات الناخبة. الأساتذة يقررون التصحيح ردا على قرار قوننة الإفادات. بين شبعة وعين عطا تخوف من عرسال جديدة. وفد كنسي إلى واشنطن وحرب لانتخاب الرئيس بالأكثرية. العين على الموصل هو عنوان الصورة الرئيسية بصحيفة البلد. مفاوضات القاهرة تمديد الهدنة تمهيدا لاتفاق دائم. الجيش السوري يقصف داعش مجددا. بترجمة لأبرز عناوين ذا ديلي ستار. وقف إطلاق النار ل 24 ساعة في غزة لمتابعة المفاوضات. السنيورة يبرر التمديد للبرلمان. أوباما يطلق عملية طويلة الأمد ضد داعش. وبعناوين صحيفة لوريون لوجور الانتخابات النيابية تتجه إلى الفراغ الكبير. وعنوان آخر الحملة ضد الدولة الإسلامية. وبعيدا عن السياسة تقرير خاص برئيسية لوريون لوجور بدار المغرية. بعناوين صحيفة الشرق المعلمون يتراجعون متأخرين العودة إلى التصحيح. جملات يحذر دروز سوريا من الوقوع في فخ النظام. قاصر ترأست عصابة سورية في إرسال استدرجت ثمانية وقتلتهم. 7000 قذيفة دمرت المليحة كليا. الغرب يورد السلاح النوعي لمحاربة داعش. حرب الاعتماد النصف زائدا واحدا نصابا رئاسيا. نحو قانون يحمي كاشفي الفساد. باسيل من أربيل الخطر وجودي. عدد شهداء غزة تخطى 2000. الراعي السياسيون يهدمون كل يوم مقومات لبنان. بعناوين صحيفة الشرق الأوسط المالكي يستنكر تسليح البشمركة و15 غارة جوية أمريكية جديدة. اتفاق بين الأكراد وفصائل سنية على مهاجمة داعش من داخل الموصل. أكدت أن دول الخليج تنتظر التزام الدوحة حتى في اليوم الأخير من المهلة. مصادر دبلوماسية للشرق الأوسط الوقائع على الأرض لا تشير إلى تنفيذ قطر تعهداتها كاملة. تأجيل موضوع نزع سلاح حماس وفتح كامل للمعابر بضمانات. بوادر اتفاق فلسطيني إسرائيلي إثر ضغوط مصرية. تونس تبحث تسليحا نوعيا لقواتها لمواجهة الإرهاب. يضم 26 مليون وثيقة أو 26 مليون وثيقة رسمية متحف لمقتنيات صدام في بغداد. بعناوين صحيفة الأخبار المعلمون يقررون مصير التصحيح اليوم. وبري يؤكد أن الإفادات تحتاج إلى قوننة. المقاومة تقتص من مجهز انتحاريين. القاهرة واشنطن وفخ لغزة. بعناوين صحيفة الجمهورية خرق مهلة دعوة الهيئات الناخبة. أزمة الرواتب إلى الواجهة مجددا بالصورة الرئيسية بصحيفة الجمهورية. ملامح صفقة حلول شاملة في الشرق الأوسط. ورقة التصحيح أحرقت والحسم اليوم وإلا. 15 غارة أمريكية قرب سد الموصل. وختاما وبعيدا عن السياسة عودة قوية لنيمار
إلى برشلونة. هيك بنكون ختمنا العناوين السياسية، لنروح على عناوين فنية وثقافية بعد الفاصل مع جوال. رح نتابع حلقتنا مع الفقرة الثقافية والفنية، ومنبدأ أخبارنا مع الفنان زياد الرحباني يلي عمل جولة خلال هالصيف بأمسيات فنية منوعة بمختلف المناطق، وكانت كلها بتحمل العنوان وليس غدا. هالأمسية نفسها رح تتكرر مع شيرين عبده وحازم شاهين بمهرجانات الحات نهار الخميس 21 الشهر. منتابع مع أخبارنا، وهالمرة من مهرجانات البترونيا اللي قدمت أمسية فنية نهار السبت خلالها الفنانة هبة طوجي مع ريبرتوار بعنوان يا حبيبي، رح نشوف عنه تقرير اليوم. المحطة الأخيرة بمهرجان البترون رح بتكون مع الأوبن إير بارتي ودي جي بوب هاورد يلي رح يعطونا موعد هالمرة على مينا البترون، والموعد ب 23 آب. إذا المشاهد اللي عم نشوفها هي من السنوات الماضية لما نظمنا أو لما نظم مهرجان البترون الأوبن إير بارتي، هالمشاهد نفسها رح تنتقل من السوق الرئيسي هالسنة إلى الميناء البحري بالبترون، فإذا نفس الأجواء إنما من السوق إلى الميناء. رح نتابع مع اخبارنا، ومن بعد جوله قامت فيها على مختلف المناطق اللبنانيه الاوركسترا التابعه لموسيقى قوى الامن الداخلي بقياده المقدم زياد مراد بتتابع نشاطاتها خلال هالصيف وبتعطينا موعدين جديد، الاول نهار الجمعه 22 الشهر بتفون بعلي، وبتتابع نهار الاحد 24 الشهر بكفيفان البترون بمشاركه شادي عيدموني وكارول عون. منتابع هالمرة مع الشاعر أنطوان مالك توق يلي بيوقع ديوانين، الأول لوالده من بعد مرور 16 سنة على غيابه وبعنوان دفا، وديوان آخر لإله بعنوان قبيلة ومحدة مع الشاعرين شيبان سعادة وإصحي ياساسين، الموعد نهار الجمعة 22 آب الساعة 6 بعد الظهر بصالة أوتيل شباط ببشري. منتابع مع مهرجان اهدينيات يلي بقدم نهار الجمعة 22 الشهر الميوزيك هول نايت مع الأخوين شحادة وكل فنانية إلفترياديس، رح يعطونا موعد بأمسي مميزة بإهدن، إذا نهار الجمعة 22 الشهر ومنسمع من مين؟ من أجواء الميوزيك هول. Dice, uno, dos, tres, cuatro. بذكر انه بخصوص كل الحفلات النقل مؤمن الى اهدن من مركزين، الاول مقابل فيرجن ب
بيروت والثاني من جبال، وبعود راعي المهرجان لمركز تشانس للاولاد المصابين بالسرطان ومركز الشمال للتوحد. خليني ارجع اذكر انه كل النشاطات الخاصه بالاطفال رح تستمر لغايه 31 شهر ختام شهر اب، من دون ما تنسوا تاخذوا معكم كم طويل على اهدن لانه هنيك كثير ساقعه. من اهدن الى مهرجانات بيبلوس يلي بتعطينا موعد بمحطه اخيره ضمن مهرجانها لصيف 2014 الليله 19 شهر مع الفرقه الامريكيه بيروت. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our feet just where they had, had to. ننتقل الى اجواء مختلفه بالخبر يلي رح لكم اياه هلا. لكل يلي بحبوا البحر وبحبوا يعملوا مشوار بالبحر، فينيكس بوت بارتي تحت هالعنوان بينطلق مركب فينيكس من مينا جبال الى عرض البحر لتقدروا تقضوا على هالمركب ان كان بالنهار او بالليل اجواء حلوه ومميزه. عم بتشوفوا الصور واكيد كل شيء مؤمن مثل ما عم بتلاحظوا بالصور. فاذا كل ويكند جمعه سبت واحد هالمركب بينطلق من مينا جبال لتقدروا تقضوا على بحر جبال اجمل الاوقات. رح تابع مع واجهه بيروت البحريه اللي بتقدم ب 13 الشهر لارمي روج، هالفرقه اللي رح بتزور لبنان وتقدم ريبرتوار مميز سبق وقدمته بكثير من المناطق عبر العالم، رح يوصلوا الى لبنان ب 13 الشهر ويقدموا امسيه فنيه على واجهه بيروت البحريه. Le Wii Group présente Le cœur de l'armée rouge. 120 choristes, danseurs et musiciens pour un spectacle hors du commun. إذا عم نشوف هالفرقة الروسية اللي واصلة على لبنان وبالبدلات الرسمية، رقص، موسيقى وأجواء كتير حلوة. الموعد على وجهة بيروت البحرية ب 13 أيلول. ضمن نشاط ترابل سيمفونيز عرض لفيلم برلين كولينج انتاج عام 2008 نهار السبت 23 اب الساعه 8:30 المساء بالدير جارتن بالبيال. ومن عروض الافلام ايضا الدوره الاولى لبلو بحر فيلم فيستيفال يلي بقدم وعلى مدى يومين 26 و27 شهر عرض لافلام مواضيعها كلها لها علاقه بالبحر، افلام محليه وعالميه رح بيتم عرضها من الساعه 7 بعد الظهر لغايه الساعه 11 ليلا. وعم نشوف مشاهد من بعض الافلام يلي رح عرض خلال هالمهرجان. وهيك نكون ختمنا اخبارنا الثقافيه والفنيه لننتقل الى اول تقرير رح ننتقل من خلاله للمهرجان المخصص للسيارات برومانيا، ولكن مش اي نوع من السيارات، انما سياره كانت تصنع فقط بالمانيا الشرقيه. تقرير. ترابانت
هو اسم سيارة كانت تصنع بألمانيا الشرقية، ومعنى كلمة ترابانت هو القمر الاصطناعي. صدر عدد منها إلى البلاد الشيوعية. الزبائن برومانيا كانوا ينتظروا حوالي 5 سنين حتى يحصلوا على هالسيارة. الشرطة الألمانية كانت تحرس حائط برلين بهالسيارة كمان. ترابانت مصنوعة من بلاستيك قوي، فيها مكان لأربع ركاب وصندوق. الراحة منها إحدى صفاتها. مع هدم حائط برلين بالعام 1990، ترابانت ما عادت قوية أمام صناعات الغرب كلها. اليوم في منا عدد قليل برومانيا. أصحاب الترابانت برومانيا بيجتمعوا سنوياً ضمن مهرجان مخصص لها السيارة، حيث بيجتمعوا وبيتبادلوا أحاديث وذكريات أهلهم اللي كانوا هن يملكوا ويسوقوا هالسيارة. رح نروح على جولة سريعة على الطرقات، وبدها من جسر سليم سليم وحركة سير ناشطة بالاتجاهين. من سليم سليم على الزلقة حركة سير ضاغطة باتجاه العاصمة. من الزلقة لصيدا حركة سير خفيفة، على يعني مش خفيفة كتير بس انه سير سالك على الدوار. بجونية نفس الموضوع يعني عم يتكرر، العجقة المعتادة. لأختم مع خلدة وحركة سير ناشطة بمختلف الاتجاهات. على كل حال تفاصيل أكثر مع الرقيب أول طوني بشعلين. صباح الخير. صباح الخير ويعطيك العافية. الله يعافيك. نعم فضل. بالنسبة لوضع السير، عندنا المدخل الشمالي لبيروت عم يشهد بالأثناء حركة سير ناشطة من كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب. نعم. لتكمل حركة سير كثيفة مع توقف من الضية مرورا بأونتلياس جل الديب نهر الموت باتجاه الدورة الكارانتينا. المدخل الجنوبي عم يشهد بالأثناء على مثلث خلدي حركة سير كثيفة باتجاه الأوزاعي وأنفاق المطار، وحركة سير ناشطة باتجاه شويفات الحدث. المدخل الجبلي لبيروت عم يشهد حركة ناشطة خاصة بين صوفر وساحة بحمدون باتجاه الجمهور الصياد، سبب كنا فايدين عنه سابقا الأشغال وتوسيع الطريق. مستديرات وإشارات بعد الحركة ناشطة دون أي توقف. ضمن العاصمة بيروت حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم الوسط، محور كورنيش المزرعة، البربير، المتحف، العدلية بعد الحركة طبيعية لناشطة. الكورنيش البحري على طول عم يشهد حركة سير طبيعية دون أي توقف. بالنسبة للحوادث، تسجل عنا خلال 24 ساعة الأخيرة 6 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و7 جرحى. يعني للأسف الشديد يوم عن يوم عم بيكون عنا يمكن نسبة حوادث والخسائر مرتفعة، رغم كل التحذيرات يلي عم نقوم فيها بالمشاركة مع حضرتكم وسائل الإعلام. رح نبقى نعلي الصوت ليوصل لكل سائق أنه هيدي الطرقات مكان تنقلنا لعملنا مش مكان للموت. نتمنى من الجميع القيادة بحذر وأكيد السلامة لجميع المواطنين. نضم صوتنا لصوتك. يعطيك العافية رقيب أول طوني بشعليني. رح نروح لبريك وبنرجع. صباح الخير. تلف حشيشة الكيف وتلف الامتحانات الرسمية، وهيدي مثل هديك 148 ألف مسابقة بسلة المهملات، وأشهر التحضيرات وساعات الامتحانات وتوتر الطلاب، وواحد زائد واحد بيساوي اثنين، والزايد خيّن ناقص، والكسلان مثل الشاطر. أما غريب ومحفوظ فبعضهم مصرين على مقاطعة التصحيح، وهيئة التنسيق مربكة وخسرت جولة، والوزير الصعب يا طيب القلب وينك. وببرنامج الهواة لكل ديفان الكل ناجح وعشرة على عشرة. صباح الخير من جديد. خرج الإرهاب من عرسال لتتظهر صورة المدينة يلي دفعت فاتورة عن كل الوطن. معادة عرسال تحتاج إلى صك براءة بالوطنية بعد ما قدمت أبنائها فداء. الحرمان والإهمال والحدود المشرعة تركوا المدينة الحدودية ضحية الإرهاب الآتي من بعيد. بيبقى السؤال، هل ستعود الدولة إلى عرسال من خلال الإنماء المتوازن والخطط والتعويض للمتضررين، أم رح يبقى الشعار السائد بعيد عن العين بعيد عن القلب؟
واقع الحال بعرسال بتقرير للزميلة مي فرحت. شو جيت والله العظيم وصلت من هونيك دوارت ورجعت ما إلي قلب اطلع على شيء، لا دولة اجت لعنا ولا حدا اجى لعنا وقاعدين بالطرون قاعدين شيء عند اختي شيء عند خيي لحطني قلب لك امورنا ما عارفين شو بدنا نعمل، معارك ما لنا فيها نحن ما لنا زام فيها هربنا نحن رحنا قعدنا بشحيه. بعدنا نشتغل ونقسط للعالم حق المصاري البيت. بعد كله حق وداي. زلعيمي مطاقطة. إذا أنت عندك هذا الشغل شو بتعمله؟ شو بدي أعمل مثل ما أنك شايفة هجاجنا من بيوت. ما بنعرف ليش ولد برسيل تافهة قدامي لأنهم حموا العالم وطعموها وصاوها. حاكي ما فيني يحكي لأنه في جرح كبير بقلبه بس هالضيعة اللي ما لها حدا ضيعة ما فيها حدا يعني بس وقعت البيوت وقع بيتنا من عمر 30 واحد بديل أكيد فدى الجيش لكن فدى مين هن الوحيدين اللي تدمروا مثلنا هن الجيش محطة بنزين معيش منها عائلتي جينا لقيناها رجمة حجار معنويا روحي شوفي الاطفال كيف بعدها لهلا متخبيه ما عم تسترجي تطلع لبرا تسمع فتايشه ام عم تخاف الاولاد شو رجمه حجار شو راينا عرسال يعني الاولاد رعبت يا عمي رعبت ريف ولد ميت بالارض اخي جيتوا جلطه حوا بمستشفى الريان دمرونا خربونا بيتنا الله لا يوفقهم لم يستفق بعد أهالي عرسال من هول الصدمة بيوت احترقت ناس تشردت وأرزاق ضاعت إنما الدولة استفاقت لوضع القوانين أبرزها وجود سند ملكية هو شرط أساسي للتعويض على أبناء عرسال ونسيت الدولة إن غابت عشرات السنين عن هالبلدة فأصبحت معظم أراضي عرسال أرض مشاع بيوت ما ضال عم ننام على الطريق ليك من عم ننام هونيك عم ننام وبيقولوا هلا بدهم قول تكون الارض باسمك لحتى نية تعوض عليك الدوله انا من بيجيب له ورق باسمي الارض هان اش الدوله ما بتعرف انه هاي الارض كلها ما حدا باسمه الارض بدي صرخ شي ببكى انا صار لي 10 سنين اركض وعمر وبيجي بعشر دايما بلاقي باين كل اهل ارسال هاي نحن ورثانين الارض من جدودنا ومن ما معنا لا ورق ولا معنا شيء ايه دفعنا الثمن نحن وهلا اهلك هلا بلشوا يقولوا لنا ما بيعطوا نحن شو بنسوي لك الشعب بياكلها هو اللي بيروح فيه يعني ارسال ما امه وابوها الا دوله الرئيس سعد الحريري واذا بدنا نروح نسجل هاي الارض ونعمل سند ملكيه بدنا نعمل حصل ارث بيروح الحصل الارث 5 سنين ما بيطلع باسمه العقار الواحد مش قادرين نصلح انا كان في عندي نطف الطارش هان سرقوا الطرشات انا ما في اشتيون انا كنت عايش ورا الله ورا هالطرشات انا الي جمعه جاي على بيتي ما يقدرون نركب ازاز كل العالم ما يقدرون تصلح وقالوا لنا انه بده يجي يمسحوا الاضرار وكشفوا وكذا قالوا خلال 48 ساعه عم يقدر صار عم بقول 68 ساعه وبعدنا ناطرين لا تقف مأساة العرساليين عند حدود الحجر فالبيوت والأرزاق لم تكن وحدة تمن بل فقدت عرسال عدد من أطفالها والمدنيين الأبرياء بمعركة لا تمت بصلة بها البلدة يلي حافظت على وطنيتها وبقيت حتى الرمق الأخير تناجي الدولة الوقوف إلى جانبها كما خسرته عنده 4 أطفال أولادي كلهم كانوا بالسعودية السنة لأجوا كله لا خسرنا أولاد خسرنا أطفال شو استفدنا هذه فلست أكبرنا يعني هذه أولاد بعدنا هلأ منا مصدقين اللي صار يعني نحن نزلين يعني مهربين أولادي وإجت قصيفة فينا ما وعينا ولا فهمنا شو اللي صار يعني بعدنا تحت صدمة كبيرة والله أكبر منه
يعني ما حد بيرضى على لا انا نفسه ولا العدو يعني العيشه اللي كان بيرسل مؤامره كانت كبيره من النظام السوري هو اللي رسم له هو وحزب الله وروحنا ضحيه اهل ارسال والجيش اللبناني يعني هو الناس الفلتاني دفعتنا ثمن كبير يعني اولادنا انظلموا هذا اللي راحوا طبعا ارسال كان مخطط له مخطط كتير كبير خطط هذه داعش اللي انا بتقديري انهم كلهم مخابرات سورية كلهم افرج عنهم بشار الاسد وكلفهم بهاي القصص والا الثورة السورية اللي نحن واقفين معها ما لها مصلحة انها تجي يعني تفوت على ارسال بهذا الشكل العشوائي والهمجي ابن ارسال بالتحديد اللي مشى مع هالمشروع الحقير المجرم بنطالب ومناشد دولتنا انها تحط له اكبر حبل مشنقه عند الدوله هذا لبنان بناننا وبنعتز فيه وانه الشرق وعما نعمل وساطه انا عندي شباب متعلمين ما اعمل واسطه ادخلهم مع الجيش اللبناني شوفي نحن احنا ببكي الحجر قاعدين ببركان نحن دفعنا ثمنه هلا لما كان الجيش السوري يحتل لبنان مين كان يقوم يرفع الصوت ويقول له انا لبناني كان العرسال يطلع هاني يدق اجره هيك بالارض ويقول له انا لبنان وانا الجندي اللبناني منتابع حلقتنا ومن واقع عرسال إلى الشواطئ العامية اللي صارت إلى زوال فعلى طول خليج جوني وصولا إلى طرابلس أصبحت الشواطئ العامة معدودة ليبقى المواطن اللبناني ضحية غلاء المنتجعات السياحية الخاصة تقرير من شواطئ طرابلس متابعوا سوا نادرا ما نجد منفذ لشواطئ بلدنا إلا إذا دفعنا مبالغ طائلة للدخول فبالرغم أن الشواطئ الشعبية على طول الساحل اللبناني تكاد تكون معدودة إلا أن المنتجعات السياحية الخاصة قضت عليها فقانون حق الدخول المجاني والحر إلى الشواطئ لجميع المواطنين بيت مادة منسية هذا الشاطئ بس صخر كليته ما بيجي عليه إلا الفقير الغني ما بيجي بيقعدوا الشواطئ الثانية مصاري وما معنى إمكانية يعني روح نحن بنجي لهون أنه ببلاش نحن بنجي على شط الشعبي عشان نفرح وننبسط ما بقدر استأجر شاليه وقعد أنا وأهلي يعني ما في أحلى من بحر طرابلس ندفع 5000 ومناخذ اكلتنا وشربتنا مصاري ما فيه والحمد لله تدفع لها 50 دولار وبدوني او شو ما حاب تيجي لهون ببلاش خلص هذه خطت مي وطلعت بالشهر مره او بالسنه مره بروح ندفع بنفوت بنعمل بالجمعه مرتين بنجي بنتسبح وبنقضي لنا 3 4 ساعات وبنرجع على بيوتنا أمام هالواقع الشواطئ الشعبية بطرابلس كما كل الشواطئ اللبنانية مهددة بالانقراض وليس أمام المواطن المحبط أصلا إلا التمتع بشواطئ ملوثة غير نظيفة ومهملة من البلديات والدولة فيصبح أمام خيارين أو دفع مبالغ طائلة أو السباحة مع مياه الصرف الصحي العبء علينا كتير كبير وين ما كان اقتصاديا سياحيا وين ما كان عم يصير العبء كبير معظم المجارير هي موجهة على الشواطئ الشعبية هذا بيكون كان ضرر للبيئة والمواطن بنفس الوقت ووسخ كتير وما في تنظيفات وكل ما بعدي كل ما صارت المي أحلى وأنظف وأرتب يعني اللي بيسبح ببحر الجزيرة ما كتير بيحب البلاجات لازم يكون بطرابلس يكون في بلاجات للشعب الفقير اللي ما في مثل مون تباني طمون الجبل نحن بنناشد المسؤولين انه يزبطوا لنا هالبحر وصارت المحلات عم بياخذوها وعم بيستغلوها كلياتها مقاهي
الحلقة بتكفي والجولة بتكفي وفقرة أكتر بينتروها كلمة اليوم. الأخبار اللي بيتمسى بها الوجوه الحلوة صدقاً إذا كان متشائم بيتفائل خير. المرأة هي كل شيء بالكون، لولاه ما بيكون الرجل ولا الابن ولا الأخت ولا الأمها ولا الحبيبة. قالت له نسيتني، قالها أنا ما يوم أفكاري سلوكي، لكن صعب عديارك سلوكي. الطريق ما هي سالكة بأي وقت يعني، وإذا الجيران عني سلوكي قليلن بيعبد رمش عيني والهداب. الله حلوة. سيدنا النبي كان يقول أوصيكم بالنساء خيرا، ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. فالمرأة تستحق التكريم لحدود القداسة. ماشي. قلت له وساعة لمرتي. لا حبيت مرة وتزوجت مرة. بس الله أكرمني فيه وبولاده، عندي 12 وليد، لأنه ما قدرت تجيب أكتر من هاي. بس اسأليني عن هؤلاء الولاد. يا سيدتي منهم ثلاثة، اثنين بيحملوا دكتوراه بالقانون. نعم. عندي ثلاثة بمجال الطب. نعم. عندي فاطمة صيدلانية، 5 بنات حملت إجازات مختلفة. قلت له وساعة منك ألهوها وإن قصرت أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني شو اللي بيزعج المرأة حتى لو بنظرة هيك بيستفزه؟ كيف أنا بشوفه؟ حسالة المجتمع، المرأة والأم مدرسة. إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأنتوا كيف أنا بشوفكم؟ أنتوا كل شيء بالمجتمع. والله ما عم بالغ، والله ما عم بالغ. قلت لك أنا عندي 5 شباب، إذا لزم الأمر فيني عيط على حدا منهم، بس على بنت من بناتي يستحيل. ويوميا بيكونوا عندي بالبيت بعرسان، وقت اللي بدهم يطلعوا بحملهم أولادهم أقسم بالله وبقطع لهم الطريق، بس طبعا بطريقة مهذبة، وبفتح له باب السيارة للصهر. كيف لك؟ المرأة هي الأكسجين لكل مجتمع وبكل مكان وبكل زمان. كلمة اليوم المرأة بالنسبة لإلي هي الأكسجين. وتحياتي لمدير المستقبل، لأنه أحسن الاختيار لما كلفكم بهيك مهمة، لمنى سعيدون. تحياتي لإلي. حلقتنا بتكفي يا حبيبي تحت هالعنوان، قدمت الفنانة هبة طواجي أمسية فنية ضمن مهرجانات البترون الدولية، 18 أغنية ممسرحة قدمتها هبة ضمن لوحات غنائية استعراضية تمثيلية. وسمعنا منها أغنية منحبة مثل لبداية ولا نهاية، حلوة يا بلدي، عالبال يا وطننا. خلينا نتابع ملخص عن هالحفل الموسيقي. كما كل الأعوام السابقة على ميناء البترون بالهواء الطلق وبالقرب من السور الفينيقي، حفل ليس مألوف بعد للمشاهد اللبناني، أجواء رحبانية طاغية بليلة جديدة من سحر الفنانة هبة طواجي صاحبة المواهب المتعددة. وانك تذكر اليوم تحيي امرق بدعا لفوبروش من بدو الدعوين الجروح. هذا عمل جديد وورلد بريمير بتقدم لأول مرة، أنتجه أسامة،
مع مهرجانات البترون لأول مرة، منه مسرحية، هو كونسير، بيرمان كونسير يعني. بيخلقوا نوع جديد من الموسيقى ومن الفن. الهدف انه نجيب اكثر كمية عالم تتعرف على سوق البترون القديم، هي وماشي ونازل على المهرجان. كتر خيره لانه بعدهم عم بيعملوا، عم بيعملوا لنا شيء حركة بلبنان. بالفعل كان في تعب كتير، خاصة تعرفي الرحابنة بيشتغلوا على التفاصيل. بين هبة طوجي وأسامة الرحباني في نوع من الحلف المقدس. اثنينهم جروب مهم كتير، كابل عارف حاله شو عم بيعمل وإزكيا. هذا هو البلد اللي بدنا اياه، هو الفنانين اللي بيجمعوا المواطنين اللبنانيين، اللي بيجمعوا الناس. منخلص من اللبش تضل في عنا رقي. لوحات رائصة وشعر الراحل منصور الرحباني شكلت اختلاف جذري بطريقة تقديم أغنيات الألبومات الثلاثة لطوجي. أما اللافت بأمسية يا حبيبي عرض ثلاث أفلام لكشف كواليس أعمال ومسرحيات عرضت سابقا، وفيديو يعرض لأول مرة عن حياة الفنانة. من قبل ما أوصل من مارسي وأنا حجزين لبطاقة لإجي أحضرها، جاي من حلب خصيصاً لأحضر الكونسير. رائع، جايين من محل بعيد تنحضرهم. عم تجمع الأورينتال مع كلاسيكال ميوزك وهيك، يعني عم بتمثل البلد بشكل كتير حلو. هي أسامة كتير متناسقين مع بعض، يعني كل العالم صارت معودة على الفن يعني الهين. هبة واحدة من لا اللي صوتهم كتير حلو وكتير قد الاكسبكتيشنز تبعون الناس اللي بتحب تسمع مش تتفرج. نتابع حلقتنا. مقاتلين بالحرب العالمية الأولى ما تعرضوا لإصابات، إنما عوارض نفسها عم بتصيب الجميع، تصرفات غريبة، أوجاع بالصدر والعضلات، والسبب نتابعه سوا بهالتقرير. خلال الحرب العالمية الأولى، الرجال اللي عادوا من الحرب بدون إصابات جسدية بعضهم ظهرت عليه تصرفات غريبة، أوجاع بالجسم والصدر، تعب، أوجاع بالعضلات وصعوبة بالحركة. بالأول ما حدا أعار انتباه لهالظاهرة، لكن قبل انتهاء الحرب لاحظوا الأطباء أنه هالظاهرة بتزايد. التدقيق أثبت نظرية شالشوك، وهي الصدمة اللي تصيب الجندي بالحرب. هي ما بتشبه العوارض النفسية اللي بتصيب الجنود بعد الحرب، هي صدمة جسدية. صور ومقاطع فيديو أثبتت فعالية محاولات الأطباء بتصحيح الأعطال الجسدية، إن كان من خلال التمارين أو العمل اليدوي بالريف. الصور فعلا مفاجئة، والأهم أنه الأطباء انتبهوا وفاجأوا الحقل الطبي بحلول فعالة. انت
متابعين حلقتنا، وضيفنا لليوم هو المحامي سيمو كرم، عضو لجنة مهرجانات أرطبة. أهلا وسهلا فيك ماتر. نحن عم نحكي عن مهرجان عريق عمره حوالي 60 سنة، بيبدأ من عيد انتقال السيدة ويختتم بعيد الصليب المقدس. لكن هالمهرجان سنة عن سنة عم يتطور ويتغير ويكبر أكثر وأكثر. سنة شو المميز عن السنوات الستين اللي قطعوا؟ يعني تقريبا المواضيع عم تتطور، بس بداية أنا بقول إنه السنة المهرجان برعاية وزير السياحة أستاذ ميشيل فرعون. المهرجان بيكون فيه مؤسستين بأرطبة، بلدية أرطبة ونادي أرطبة. وجه تحية شكل لرئيس البلدية الأستاذ هادي مرتضى. خلينا لحظة بس بدي أعتذر منك، وفي عنا بعتقد عطل بالصوت، خلينا نحضر فيديو بهالوقت نكون زبطنا الصوت، فيديو كمان من نفس الأجواء. إذن مثل ما ذكرت رح نشوف الفيديو. طيب خلينا ناخذ بريك نظبط الأمور ونرجع ونرجع. متابعين حلقتنا مع ضيفنا المحامي سيمون كرم تنحكي أكثر عن مهرجانات أرطبة. طبعا المهرجانات بلشت بتسعة الشهر، نحن اليوم ب19، يعني صار قاطع قسم منا. قبل ما نفوت باللي جاي خلينا على السريع نقول شو أهم الأحداث اللي قطعت بهالوقت. 100% بس بحب أوضح وأكد شغلة، أنه السنة المهرجان كان برعاية معالي وزير السياحة الأستاذ ميشيل فرعون. المؤسستين اللي بيقوموا بهالاحتفالات هن بلدية أرطبة ونادي أرطبة. بحب وجه شكر لرئيس البلدية ورئيس الاتحاد الأستاذ فادي مارتينوس، ولرئيس النادي الأستاذ جورج كرم، وأعضاء الهيئة الإدارية النادي والبلدية اللي بشكلوا ضيوف ممتاز بأرطبة بالنسبة للمهرجان. هلا ما زعلت حدا أبدا. فنحن المهرجان عنا ببلش من 9 آب ل 14 أيلول بحدود الخمس أسابيع، صار قاطع تقريبا أسبوعين على الموضوع ومكفين. بلشنا اول شيء بحفله راقصه دي جي بالنادي لنحفز الشباب على المشاركه بالمهرجان. ثاني نهار كان هو الافتتاح أرطبة باي بايك، شارك فيه عدد كبير من الاشخاص، بيتضمن كان رالي بيبر بسكليتات مع جوله بطبيعه أرطبة، جوله بطبيعه أرطبة مع معرض كان قائم هنيك. رجعنا الاسبوع اللي قطع نهار سبت كان في شيء له علاقه بالولاد جوغون فلاب، كان شيء كتير حلو. الاحد عملنا ديسكفر أرطبة، هذا اول سنه بنعمله ايفنت جديد. مشينا بجرد أرطبة، في كتير ناس ما بيعرفوا المنطقه الجرديه عنا، تقريبا مشينا حوالي 15 كيلومتر، كان تجربه كتير حلوه، طبيعه رائعه. بتصور هلا رح نشوف بعد شوي. قبل ما نكفي بالاشياء اللي جاي خبرنا شوي عن أرطبة لكل يلي بعد ما بيعرفوا. أوكي. يعني شو فينا نزور بأرطبة، شو فينا نشوف؟ أرطبة هي مصيف ارتفاع 1250، هي بتشكل مصيف قضاء جبال، أكبر كرة بلاد جبال أرطبة. أرطبة بتواجد فيها مطاعم، فيها أوتيلات، فيها مدرسة، فيها مستشفى، فيها كل مقومات الحياة اللي العالم تقدر تعيش فيها صيف شتاء. أرطبة أهالي أرطبة بيطلعوا بصيفوا فيها كل الصيف، ومصيف كتير حلو واللي بيزورها بيلاقي كتير إشياء فيها، معالم أثرية بأرطبة وحد أرطبة. وأرطبة تقدر توصلها من عدة مصارف. مظبوط، الافتتاح كان برعاية معالي وزير السياحة بحضوره طبعا. افتتاح حاشد كان في شخص اسمه أليخاندرو خوري، اصله من أرطبة، هو رئيس الجامعه الثقافيه بالعالم، حب يطلع على أرطبة بس عرف. طلع على أرطبة وزار بيت جده وقضى نهار بالكامل، استرجع الطفوله 100%. طيب خلينا نكفي سريعا قبل ما يدهمنا الوقت عن النشاطات يلي باقيه. اول محطه جايه هي بتساقب الخميس، بعد الخميس عندنا حفله بالنسبه للكولوني، حفله ختاميه. استمرت كولوني لحدود الشهر ونص تقريبا، 150 ولد، كل اولاد أرطبة بيتعرفوا على بعضهم ضمن نشاطات. عاملين نهايه الكولوني نهار الخميس بنادي أرطبة. اوكي. السبت عندنا الساعه 7 عشيه بدير مارشاركيس وباخوس ريسيتال للمرنمه جمانه مدور. الاحد 24 اب الساعه 6 عندنا الاستعراض لغنوه مسرحيه للاطفال على مدرج نادي أرطبة، هي كثير بتستحوذ اطفال المنطقه اللي بتجي. 30 اب اللي هي الحفله الكبيره، حفله فنيه مع سوبر ستار راغب علامه. خلال 24 ساعه نحن بنحسم الموضوع، لانه بسبب اشكالات اللي صارت بمنطقه عرسال للاسف اضطرينا شوي يصير شوي تاخير. نحن خلال 24 ساعه بنحسم الموضوع وان شاء الله على ايجابي، يعني اذا الله راد ميل للايجابيه. اوكي. الاحد 31 اب عندنا حفله موسيقيه بتحيه الاوركسترا الكلاسيكيه لكوى الامن الداخلي بقياده المقدم زياد مراد. اوكي. 6 ايلول عندنا حفله موسيقيه دانس من أرطبة ومن خارج أرطبة، عروض فنيه رح تتقدم.
13 أيلول عنا اللي هو عيد الصليب، طبعا في قداس هو تقليد سنوي من 60 سنة بنعمله، إضافة لزياح بشوارع أرطبة. الأحد 14 أيلول أحد آخر نهار مزبوط، هو عنا منطقة اسمها جوار الرمل، في على جبل عليها صليب مع مراحل ضرب الصليب، بنمشي عليها كلها وبننهيها بقداس على الجبل. احتفالي أوكي، نحن بنعيدكم مسبق ينعاد عليكم عقبال كل سنة، وإن شاء الله دورة جديدة وموسم حلو بتختموه هالسنة بال 2014. نحن بدنا نشكرك المحامي سيمو كرم عضو لجنة مهرجانات أرطبة، بدك تبقى معنا كام دقيقة تننتقل بجولة سياسية لعن زميلتنا رولا. صباح الخير رولا. ايه صباح الخير رولا. صباح الخير. شو الضيف الآن بالعجقة؟ نعم بعدنا ناطرين ضيفنا بعد ما وصل الاستاذ انطوان اندراوس عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل. اكيد المواضيع هن موضوع التمديد لمجلس النواب، موضوع الامتحانات الرسمية، والقرار النهائي بخصوص اعطاء الافادات بعد التراجع من قبل هيئة التنسيق كما يبدو والعودة للتصحيح، علاقة تيار المستقبل بالفرقاء السياسيين ولا سيما بحزب الله وين صارت، كيف بيقرا استاذ اندراوس كلام السيد حسن نصر الله الاخير ومسعى النائب وليد جنبلاط ومحاوله تقريب وجهات النظر بين تيار المستقبل وحركه امل؟ نعم فاذا هيدا ابرز المواضيع. نعم. بانتظار وصول ضيفك بنذكر انه كلام بيروت مثل العاده المشاهدين ارضيا وفضائيا بيتابعوه مباشره من بعد اخبار صباح، وبامريكا فيكم تطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت futuretvnetwork.com. نحن بنوصل لختام حلقتنا، بنرجع بنشكرك متر كرم من جديد. اهلا وسهلا فيك. بكره حلقه جديده اكيد من اخبار الصباح على 7:30، الختام يكون مع التقرير الرياضي. بنتمنى لكم نهار حلو. باي باي. تتجه الانظار لملعب سانتياغو برنابيو التالتة وقت بيشهد بدايه ناريه للموسم باسبانيا بذهاب كاس السوبر بين ريال مدريد بطل الكاس وجار واتلتيكو مدريد حامي لقب الدوري. ريال مدريد كشف انه قادم للمنافسه على كل الالعاب هالموسم بعد الضجه القويه اللي احدثها بسوق الانتقالات والفوز على مواطنه اشبيليا بكاس السوبر الاوروبي الاسبوع الماضي 2-0، وبيبقى رونالدو الرقم الصعب بصفوف ريال مدريد. وتعاقد فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي مع لاعبين من طراز عالي كلفوا خزينه النادي اكثر من 100 مليون يورو، بدءا بالكولومبي رودريغيز يلي كان هداف لكاس العالم وصانع الالعاب الالماني توني كروس وحارس مرمى منتخب كوستاريكا كيلور نافاس. من جهته أتلتيكو مدريد من وقت ما تلقى خسارته بنهائي دوري أبطال أوروبا ب 24 أيار الماضي بلشبونة قدام ريال مدريد، بيع مهاجمه دييغو كوستا والظهير الأيسر فيليبي لويس لتشيلسي، واسترد أيضا تشيلسي كورتوا حارس المرمى. وخلال فترة قصيرة خسر أتلتيكو عدد من أبرز لاعبيه بيناتهم دافيد فيا، وليعوض هالشي انفق الفريق اللي بيقوده المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حوالي 95 مليون يورو لضم المهاجم المكسيكي راول خيمينيز والفرنسي غريزمان، بالاضافه للحارس سلوفينيان اوبلاك والحارس الاخر ميخيل انخيل مويا واخيرا ماريو مانزوكيتش. ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن نادي جوفنتوس عم بيبحث بيع مهاجم الإسباني فرناندو لورنتي خلال أيام المتبقية من الميركاتو الصيفي، وهالشي لتمويل صفقة كبيرة أخرى بدو يتممها. ووفقا للصحيفة الإيطالية الكبرى فإنه ماروتا بدو يتخلى عن لورنتي بحال وصول عرض ب 20 مليون يورو للفريق، وهالشي من أجل الحصول على المال اللازم لتمويل صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي فالكاو ويوصل لجوفنتوس. وأضافت الصحيفة بأنه فالنسيا الإسباني بعده مهتم بالتعاقد مع لورنتي وخروجه من الفريق التوريني أقرب من خروج لاعب الوسط فيدال. وبدو جوفنتوس أن يستأذن فالكاو المرتبط بالرحيل عن فريق موناكو طوال الصيف الحالي، وهالشي من بعد ما أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أنه فالكاو انتهى وصار بعيد عن ريال مدريد بالرغم من الأنباء الكتير اللي عم بتشير لرغبة النادي الإسباني واللاعب نفسه بالعودة لإسبانيا واللعب بريال مدريد. عم بيواصل نادي ليفربول الانجليزي ومديره الفني الايرلندي براندن روجرز السعي لتدعيم هجوم الفريق قبل تسكير باب الانتقالات الصيفيه. وذكر التقرير الصحفي انه اداره الريدز عم بتواصل السعي لضم الاورجواياني ادنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بعد تعثره بضم المهاجم الكولومبي فالكاو على سبيل الاعاره. وبيلاقي حاله النادي الانجليزي بمنافسه قويه مع جوفنتوس حسب ما اكدت صحيفه جازيتا ديلو سبورت. واشار التقرير الى ان روجرز وضع كافاني كخطه بديله بالرغم انه نادي باريس سان جيرمان اكد انه ما راح يفرط ابدا بمهاجمه.
يبدو أن لويس فان غال المدير الفني لمانشستر يونايتد ما راح يهدى حتى يفوز بخدمات نجم الأرجنتيني ولاعب ريال مدريد أنخيل دي ماريا، حيث إدارة المانيو مستعدة لتقدم 100 مليون جنيه استرليني لضمه خلال فترة الانتقالات. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد راح تقدم عرض مقداره 50 مليون جنيه استرليني لريال مدريد لضم دي ماريا على أنه تدفع نفس المبلغ كرواتب على مدى 5 سنوات مقبلة. وأشار التقرير إلى أنه دي ماريا رح يكون من بين الأعلى أجرا بيونايتد إلى جانب وين روني والهولندي روبن فان بيرسي. توج السويسري روجيه فيدرير بلقبه الثالث بالموسم والسادس بمسيرته بحصد لقب بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة بعد فوزه على الإسباني دافيد فيرير 6-3-1-6-6-2. واستغرق اللاعب السويسري اللي بيبلغ من عمر 33 سنة واللي ما خسر أي مباراة قدام فيرير ساعة و41 دقيقة للفوز بثامن نهائي هالسنة وخسر منها 5. ونال المصنف الأول عالميا سابقا واللي حصد لقبه 22 ببطولة أساتذة التنس و80 بمسيرته على جائزة بقيمة 638,850 دولار. أحرزت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى بالعالم لقب فرد السيدات بدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس 7 دورات الماسترز بفوز على الصربية أنا إيفانوفيتش 9-6-4-6-1 بالفاينل. لقب هو 62 لسيرينا بمسيرتها الطويلة بيناتهم 17 لقب بالبطولات الأربع الكبرى والخامس من بداية الموسم. وحققت سيرينا اللي شاركت لأول مرة من عام 2007 ب3 مباريات خلال 3 أسابيع متتالية فوز السابع على إيفانوفيتش بثمان مواجهات بيناتهم. أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال أنه ما راح يتمكن أن يلعب ببطولة أمريكا المفتوحة والحفاظ على اللقب اللي حققه الموسم الماضي من بعد ما فشل بالتعافي من الإصابة اللي تعرض لها بإيده. ونشر المصنف تاني عالميا تصريحاته على موقع الفيسبوك وقال: بعتذر وما راح أقدر شارك أبدا ببطولة أمريكا المفتوحة هالسنة، وأنا متأكد كتير منيح أنه راح تفهموا أنه هاي لحظة صعبة للغاية بالنسبة لإلي لأن بطولة بحبها كتير وعندي ذكريات رائعة من المشجعين وأشياء كتيره.